كنا وصلنا ان احنا عملنا الملف، المفروض ايه؟ عرفنا الاحمال اللي عليه وكل حاجه صح كده، وسيبنا الملف. عايزين بقى دلوقتي نعمل ايه يا باشمهندسين؟ عايزين ان احنا نعرف العملات بتاعتنا عشان نمثل الموديل في 3 دي، ونعرف الايه الشير ايه الشير صح كده. طيب احنا قلنا والله العمدان اللي كانت متمثله بنقطه واحده سبورت واحد، لكن الشير وول كنت عاملها بكذا ايه كذا سبورت. فاحنا هنعمل حاجه ايه جميله قوي كده. اماكن الشير وول دي يا باشمهندسين هنرسم خطوط فريم اليمنت ومساعده. نرسم ايه فريم اليمنت ايه مساعده فين؟ اقول له درو والله ماشي كده. اللي كنت مسميه ايه؟ كنت مسميه صفر صح؟ ارسم بالصفر ده بس ناخده بقسمه بعدين ماشي كده. تقول ايه؟ ما هي موجودة عندها الحسابات القطاعة بعد هنقول لك بعدين، دلوقتي بس بمثل الموديل اللي عندي ماشي. هو بعمل افتراضات الأول على أساس المساحة اللي عندي يبقى تناسب من المساحة، وهشوف أشيك عليه، لو سيف خلاص، لو أنسيف أبدأ أزود إيه؟ مساحات كام؟ ماشي كده. ماشي كده يا باشمهندسين. هبدأ أقول له أعمل سيلكت سيلكت أول بقى. ماشي اقول له ايه ان احنا نقسم الايه الفريمز اللي عندنا دي ديد لاينز ديفايد فريمز وايه الانترسكشنز. اقول له اوكي طيب اقسم خلاص اهو. ابدا اعمل ايه بقى؟ عايز احول الفريمز ده اللي انا رسمتها لشروط، فاعمل ايه؟ اقول له سيلكت والله سيلكت البروبرتيز فريم سيكشنز اللي كان اسمه ايه؟ اللي كان اسمه زيرو صح؟ عشان كده كنت سميه باسم مختلف عشان ايه سهل عليا عملت الايه؟ الاختيار او السيلكشن. واقول له ايديت اكسترود اكسترود لاينز تو ارياز. طيب عايز بقى ايه الاريا اسمها ايه اللي انا عايز احول ليها؟ الوول صح؟ تمام كده. طيب عايزه ايه تعملها في الاكس ولا في الواي ولا في الزد؟ في الزد. يبقى الاكس الواي دي بصفر والزد ده دخلها في ارتفاع الاول كام متر؟ 3 متر. سالب 3 هعمل الادوار ريبليكيت بعد كده بس هعمل الدور واحد كام واحد؟ واحد بس صح؟ طيب بقول لك تحت في اوبشن كده مكتوب عليه ديليت سورس اوبجكت، امسح بقى الفريم اليمنت اللي اسمها صفر دي ولا اسمها امسح عشان انا مش عايز. فاقول له اه علم عليه ديليت سورس ايه؟ فاقول له ايه؟ اوكي نبص في 3 دي كده هنلاقي ايه؟ احنا بصينا مع بعض هنلاقي فعلا ايه الوولز اترسم، بس انا عايز اقسمها نص في نص برضه عشان تمشي. اقول له سيلكت ماشي كده. عايز ايه يا اسلام؟ هوريك حاضر يا اسلام. معلش يا جماعه استحملوا اسلام. حلو كده يا اسلام. طب ازاي دي لتحت تقريبا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عادي يا جماعه نعمل لها مونتاج. خلاص اقول له سيلكت تاني بقى. اقول له ايه بروبرتيز واريا سيكشن اللي كان اسمها ايه؟ الوول صح؟ واقول له ايديت. دي فايده ان انا بسمي كل حاجه لايه لوحدها، اعرف اعمل سيلكشن بسهوله ان انا اختار ايه الموضوع ايه بسهوله يعني. اقول له ايديت وايديت ارياز ديفايد ارياز كام في كام بقى؟ نص في ايه؟ نص في نص. اقول له ايه؟ اوكي نبص. عايزين نبص على حاجه كده. في حاجه شايفين ان في حاجه غلط هنا؟ لازم ايه نعكس الايه؟ البلاطات. لازم نعكس البلاطات. نقول له والله الساين اريا ريفرس ايه؟ لوكال 3. المفروض كنا نعمل الخطوه دي من الاول اصلا. البلاطات اللي هي كانت مرسومه زي مقلوب مقلوب لو لونها مش احمر تبقى الجيتس العكس. نعم الشيرول بقى دلوقتي هتبقى مش هتفرق في الشيرول. مش هتفرق.
وهي كده او كده يعني. عايزين بقى نعمل ايه؟ الام دي صح؟ الايه؟ الام دي. احنا ممكن بقى نختار دلوقتي ايه الاول السبورتس بتاع الشير رول دي نلغيها بقى صح؟ مش هنشتغل 3 دي، فممكن الغي الايه السبورتس دي، اختار بقى السبورتس دي كده من ايه الغي. عايزين نعمل ايه؟ الاعمد. اقول له والله select assignment joint support، اختار لي السبورت، اختار لي السبورتس كلها ماشي. ايه بتاعت ايه فريم ايه مش فاهم، ما انا شلتها وانا بعمل ابسط روت كان في اوبجكت ديليت سورس اوبجكت، الفريم اللي مرسومه دي اللي هي الكاميرات ماشي. اقول له ايه ادب بقى، حول لي بقى الكلام ده لعمدان بقى صح. اقول له ادت اكسترود اكسترود بوينت تو ايه تو فريمز، عايز برضو في الايه في الدي زد بسرعه 3 وكم قطاع؟ واحد. وتاخد السكشن اللي انت عايزه 30 في 70 30 في 80 30 في 100، شوف اكتر قطاع عندك موجود ايه عشان ما تغيروش ماشي. يعني مثلا اكتر القطاع عندك كان 30 في 80 يبقى اول تختار، بعد كده نعدل الباقي. وليكن مثلا كان 30 في 80 ماشي، واقول له ايه اوكي ماشي. ارجع اقول له ايه سيلكت، اختار بقى البريفيوس سيلكشن انا كنت لسه مختار من شويه، وايه والغي الايه السبورتس بتاعتي دي ماشي كده. شونسين نبص كده في السري دي بقى، ادي الايه الاعمده بتاعتي. يبقى قال انا عايز اعرف الاعمده بقطعات، اعرف ده 30 في 70 ده 30 في 80 وهكذا. نبص بقى ساعدسكو كده، نلغي البلاطات بتاعتنا، اقول له الاريا نوت ان فيو عشان اعرف اشوف كويس، واختار القطاع اللي انا عايز اعمله، اقول له سيلكت باين لي حاجات معينه بس اللي تبين عشان بينشئ يلغي الكامر ده. اقول له مثلا ايه احنا بس عايزين نتاكد هو القمه بتسمي ايه، القطعه دي بنسميها ايه، ده اسمه ايه، ده الديفولت. طب احنا بس هنعمل حاجه ظريفه كده معلش، الحاجات دي يعني ايه هنعرفها الاول، تسميها كلها قطعه واحده وخلاص. لا لا ثواني بس شوف حاجه كده دلوقتي ايه، انا اخترت الكاميرات صح؟ اخترت الكاميرات بس هعرفها ايه 25 60 كلها. اقول له اساين فريم فريم سكشن كاميرا 50 25 في ايه؟ في 60. كده خلصت من الكاميرات. العمدان بقى كانت كام؟ انا اخترت كام؟ 30 في كام؟ في 80. نكبر الفونت شويه، تولز ودايمنشن، نكبر ده خليه مثلا 8 وده خليه كده ايه 20 ولا حاجه ماشي. اقول له ايه؟ اوكي عشان تبقى الموضوع ايه؟ ظاهر شويه. اقول له سيلكت بقى، اختار العمدان بس بقى، بروبرتيز فريم سكشن القطاع اللي هو كان اسمه 30 في 80 صح؟ واقول له فيو شو ايه؟ شو سيلكشن عشان ايه يبقى الموضوع ايه؟ محدد بالايه بالنسبه لي. نعمل حاجه ظريفه قوي كده، نبين الايه؟ قطعات الاعمده والاكسترود عشان نبقى شايفين الايه؟ الموضوع. نلفها وعايز اشوف بقى ايه؟ القطعات بتاعتي. وليكن مثلا العمود ده كان مثلا 30 في ايه؟ في 100، وده كان 30 في 100، ومثلا ده كان 30 في ايه؟ في 110 سوري. خش اقول له اعمل ايه؟ اساين فريم فريم سكشن، بدل ما هو كان 30 في 8 خليه كام؟ 30 في 110. تلاقيه كبر معاك اهو، مثلا ده كان ايه؟ قطاع تاني كان في متر ونص مثلا ولا حاجه. اخش واقول له ايه؟ اساين فريم فريم سكشن مثلا كام؟ متر ونص وهكذا. طب عايز الف ايه؟ عايز الف عمود. انت واخدين بقى كل العمدان في اتجاه واحد، اقوم جاي مثلا واخد العمود ده عايز الف ده مثلا عايز الف ده، اللي انا عايز الفهم كلهم اختاره، اقول له اساين فريم لوكال اكسس، عايزه تلفه بزاويه كام؟ اللي انت عايزه، عايز تلفه 90، اقول له 90 اوكي تلف معايا. يبقى انت يطلع معاك الموديل زي ما انت ايه منفذه في الطبيعه ايه بالظبط. خلصت الليله دي كلها؟ نعم. خروج اهو الاسود ده ازاي؟ العمود لفيته ازاي؟ اخترت العمود بتاعي اهو مثلا، وقلت له اساين فريم لوكال اكسس، وحطيت الزاويه كام؟ لف العمود معاك ماشي كده.
خلاص. المفروض بقى احط السبورتات بقى، بس ايه احط السبورتات امتى؟ بعد ما اعمل الايه الموديل كله، يعني ما احطش السبورتس بقى لما اعمل ريبليكيت للموديل كله، ابدا احط الايه السبورتس ايه بتاعتي الفاونديشن. هعمل اول موديل من غير فاونديشن عشان اعرف الاكشنات اللي هعملها مباشره، وبعد كده اعمل موديل في ايه في الرافت بتاعتي. فاهمين قصدي؟ ماشي. نلغي بقى الاكسترود ده عشان يخفف بس الرسمه شويه. نقول له ايه شغل بقى فيو اول شغل، ونفتح الايه بلاطة. تمام كده. بالظبط كام؟ صح. كام بالظبط اللي هي الحقيقية أصلا؟ ما لا أنت مش عشان أنا عرفت دلوقتي قطعة الميدان المبدئية إزاي؟ حليته الأول 2D وضربت في عدد الأدوار جبت قطعة مبدئية اللي عندي، وأرجع أشيك عليها بقى ممكن تلاقيها. عايزين بقى نعمل ايه ريبليكيت للموضوع ده، نكرر اقول له ايديت بعد ما قلت له سيليكشن وريبليكيت. عايزين ندخله كام دور بقى؟ عايزين الاول انت هتكون الارتفاعات قد ايه؟ 3 متر. يبقى دي زد كام؟ 3. عدد الادوار عندك شوف بقى، انت عندك 10 11 12 12 ماشي قول له ايه اوكي. لا بس احنا بس هو دلوقتي ايه 12 غير الاوبجكت ولا بالاوبجكت؟ بالاوبجكت يبقى 11 ماشي كده؟ 11. وفي برضو ايه اختيار يقول لك ديليت سورس اوبجكت ولا لا؟ طبعا مش هلغيه. هنستنى بقى ايه بس ادي الموديل اتكون عندنا اهو 3D. اتاكد بس ان عدد الادوار صح ولا لا. اعمل له بان اهو ان شاء الله. ماشي هو ايه او تبقى ممكن تعمل لها برنت سكرين وتطبعها برضو ايه ممكن ادخل السلم ممكن تدخل السلم ماشي. ادي مثلا ايه عندي ايه ادي دور اهو، او ممكن نوصلها من 2D في الفيو و 6D فيو ماشي. عندك كام دور؟ ادي ايه بدروم وارضي وكام بقى 1 2 3 4 صح 5 6 7 8 9 10 مظبوطة. يبقى بدروم وارضي وايه؟ 10. يبقى انت بتضيف الريبليكيت على الايه على اللي عندك، يعني اللي عندك اوريدي موجود وتضيف اللي انت عايز ايه؟ تضيفه ماشي كده يا باشمهندس. بس كده. اخد بقى ايه؟ اخد ال فيو 6D فيو. احنا ممكن نجرب حاجة كده معاكم كده. خد دي كده. نقول له ايه؟ نقول له بين لل شيل الانفيزبل دي يبين لك النقط بتاع الايه. اقوم مختارها كلها واقول لها ايه اساين ماشي جوينت ريستري. اعملها هنجد ولا فيكسد بقى؟ فيكسد فيكسد ما لبش يعني حاجه محترمه يعني. فيكسد بس. يبقى انا كده ايه عرفت الموديل بتاعي خلاص. احله في 3D يجيب لي النتائج ايه. مش كويس اصلا. شفت عندي مثلا الدور مختلفه في النص او ارتفاعات طبعا ملحوظه. الدور بتاع سقف البدروم اللي الرد عليه 500 ليه؟ لان في حملات او اي حاجه اللود عليه مش زي السكن. فتلاحظ انت تقوم داخل هنا معدل يعني تخش اقول له فيو و 6D فيو. اجي على السطح الاولاني ده اهو كده واقول له اوكي ماشي واضيف عادي واقوم ايه اغير اللودز اللي عندي. اغير الايه اللايف اللي اقول له اساين اريا لودز يونيفورم. اللايف لود عندي بدل ما كان 35 يبقى كام؟ نص. اقول له ايه؟ اوكي ماشي كده يا باشمهندسين. واحل الموديل يطلع لي الايه؟ النتائج. هغيره كام عمالي كله يعني تغيره كام يعني مثلا عندي يعني مش كل الدور زي بعضها. هتاخده بقى كوبي وتدخله هنا يعني تدخله كوبي و وتعمل له موف في الايه في البلان بتاعك. هنا في امر ايديت ماشي وبيست يعني تاخده كوبي من ملف تاني وتحطه ايه؟ هنا بس.
طب لو مفيش محلات يا باشمهندس برضه 200 خلاص لو هو شقه يبقى 200 ماشي. طبعا انت لما تيجي تحل ده حضرتك قلت ده السقف ايه يا باشمهندس البدروم هو اشغل بس دلوقتي ايه الحلقه بتاعه الديد واللايف وهذا الزلازل دلوقتي اقول له رن والعبال بقى ما يخلص نشوفه ايه المره الجايه. طب حضرتك شو السقف؟ حضرتك شو السقف؟